بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد لطلبة الصف السادس. تابعني بالأكتيفيتي بوك صفحة رقم 28 لسن 2A. احفظ لي هذه الكلمات. rules أحكام يعني قوانين. لو information، لاحظ كلمة information معلومات تبدأ بحرفي IN، وكلمة investigate يحقق تبدأ بـ IN، فيصير هنا ملازمة للحفظ. in prison في السجن يعني arrest، يلقي عليه القبض. so يشاهد يعني witness، يشهد، شاهد يشهد. pickpocket، لاحظ هاي كلمة pocket راح تلقاها بالفراغ، إذا الإجابة هي pickpocket. ناخذها الآن في كتاب النشاط. rules number 1 تمرين A صفحة 28. rules، قلنا كلمة rules حتى أتذكرك. rules that everybody in the country must follow، القوانين أو الأحكام التي يجب اتباعها في البلد. إذن هي الإجابة لو. تحفظ لي كلمة rules وهي كلمة لو. get information، يحصل على معلومات. about a crime، عن جريمة. لاحظ كلمة information تبدي IN، إذا الإجابة هي investigate. INVESTIGATE investigate. three put someone in prison، من كلمة in prison تعرفها في السجن، إذن arrest يلقي عليه القبض، arrest. a person who saw، شخص الذي شاهد، تحفظ كلمة saw. or heard، سمع something at the time of a crime، في وقت الجريمة، إذن هو witness، witness، witness. A person who steals money from your pocket، شخص يسرق نقودا من محفظتك، من كلمة pocket تعرف النشال pick pocket. استخدامات must و have to و must وصلت و need needed و have to و don't have to. بالحقيقة هنا ثلاثة، هنا must نفيها وصلت، و have to نفيها don't have to، و need النفي مالتها needed. لاحظ هذه بدرجات ضرورة متفاوتة. إذا جيت ماست، إذا استخدمت ماست يعني ضرورة قصوى. هذه الضرورة القصوى تستخدم في القوانين الرسمية كقوانين القضاء وقوانين السير والمرور وقوانين الأخرى التي تصدر من الدولة يجب اتباعها. have to تدعو لضرورة معينة أقل من كلمة must، وكلمة need يحتاج هي بالضرورة أقل من كلمة have to. نفي كلمة must هو wasn't، يعني كلمة must not، must not حذفنا حرف الأو وخلينا بالقلم فارز ودمجنا كلمة نوت وهي كلمة بوست. كذلك كلمة نيد نفيها نيدلت، و هاف تو نفيها دونت هاف تو. بدأ بوست تستخدم بعض القوانين، وأيضا إذا أنت قررت شيء على نفسك، إذا قررت الدراسة مثل تقول I must study و I have to study، I must study. إذا كان القرار صادر
من جهة خارجية وشخص يريد يبلغك بها، يعني أريد أن أبلغك بقرار من المدرسة. أقول لك you have to، ما أقول لك you must، you have to، لأن التبليغ بالقرار الرسمي يستخدم have to. need يستخدم للضرورة التي تكون قلنا أقل من كلمة have to. need it لا تدعو الضرورة لعمل شيء معين. ناخذ التمارين. كتاب النشاط. الدرس الثاني تمرين دي. Lesson 2 page 29 صفحة 29. استخدم must ولا فيها، و have to ولا فيها، و need ولا فيها، يعني must must have to don't have to و need digit في إبداء الفراغات. يعني بعض الفراغات راح نبنيها بأكثر من اختيار، يعني هذا وجوب. لاحظ when you get in a car عندما تصعد بالسيارة أول شيء نستخدم كلمة must. you must put on your seat belt، تتذكرها من كلمة seat belt. ثلاثة لأن هنا وجوب، وهذا الوجوب نقدر نقول هذا أمر رسمي must. في بعض البلدان يكون ما بها عقوبة، يعني فشنو هنا كان من باب النصيحة، ولكن ما تستخدم النصيحة، ولكن لتذكير بوجوب الشيء، ضرورة عمل الشيء، لأن حزام الأمان ينقذ السائق والراكبين من الحوادث، فتقول يو هاف تو. وإذا للضرورة القصوى أقل من هاف تو، عفوا للضرورة أقل من هاف تو، تقول يو نيد تو بوت أون يور سيت بيلت، من الضروري أن تلبس حزام الأمان. إذا الدرجات القصوى تبدأ من كقانون، إذا كان قانون رسمي يعاقب عليه القانون، وإذا كان الضرورة تدعو إلى لبس حزام الأمان لأن سوف يقود بسرعة عالية، فتقول له you have to. تو تحفظ بها بكلمة seat belt. seat belt تتذكر هذا تستخدم، الأفضل طبعا الأفضل هي تستخدم must. ثين there is petrol in the car. لاحظ هاي المعطيات بيطلع جملة وبعدين يقول يستخدم there is petrol in the car. يوجد petrol in the car، يوجد وقود في السيارة. إذن you don't have to or need it to go to the petrol station. إذن لا ضرورة تدعو إلى الذهاب إلى محطة البنزين. السيارة بها وقود، عداد التاكي قرمتين، عندك نصف أو أكثر من نصف أو أقل من نصف، إذن هذا يكفيك لقطع مسافة معينة. إذن you don't have to. 3 you're driving too fast. لاحظ أنت تقود بسرعة عالية إذا خالفت قانون السرعة. You have to، you must slow down. نبدأ بالوجوب. You must slow down or you have to، يجب أن تقدم السرعة. Or you need to slow down، يجب أن تخفف السرعة. إذا you must، نبدأ ب must. 4 please put out your cigarette. هنا توجب عقوبة. إذا قلنا you mustn't smoke in the police station، يجب أن لا تدخن. هنا احتمال واحد، ما نقدر قلنا you don't have to، تصير الجملة مضحكة. you don't have to smoke in the police station، لا تدعو الضرورة إلى التدخين في مركز الشرطة. كلا الإجابة هي you mustn't. you mustn't. 5 you فراغ pick me up in the car. لا ضرورة تدعوك لي أن تأتي لتقلني بالسيارة. I'll get the bus، سوف أخذ الحافلة، سوف أركب الحافلة. إذا توجد مواصلات فلا ضرورة، إذا انتفت الضرورة بالمقدار اللي هو أقل من الوسط، فنستخدم you don't have to or you needn't. you don't have to or you need it. 6 police officers
must prevent crimes. على ضابط الشرطة أن يمنع الجرائم. أو have to يجب عليه. أو need to. إذا كانت هي صيغة بس الأقوى هي must. 7 I فراغ be back later than 8 o'clock. يجب أن لا أعود. يجب أن لا أعود متأخر. Or my parents will be angry. ولا سوف يغضب والدي. فنستخدم احتمال واحد اللي هو ضرورة must. Must. ناخذ الإجابات. Number one, when you get in a car, you must need to have to put on your seat belt. تذكر ياها هاي مثل seat belt. حتى تستخدموا ياها must. ثلاثة تصير تستخدمهم بس الأفضل هو تستخدم must. There is petrol in the car. يوجد في السيارة بنزين. تستخدم تحفظ كلمة petrol وياها أي كلمة هاي needed أو don't have to. ثلاثة you are driving too fast. تقود بسرعة عالية إذا you must slow down. يجب أن تخفف السرعة. 4 طبعا تصير تستخدم need to و have to بس الأفضل عفوا need to و have to بس الأفضل تستخدم must. Please put out your cigarette. تتذكري هاي السيجارة هاي احتمال واحد بها ضروري أن تطفئ السيجارة. You must smoke وإلا سوف تعاقب بها عقوبة. هذه تدخل في مركز الشرطة تعاقب. You must smoke at the police station. You don't have to or need to pick me up in the car. I'll get the bus. يوجد وسيلة نقل أخرى إذا التفت الضرورة فهنا تستخدم احتمالية don't have to أو need to pick me up. والأفضل هي need it. You need to pick me up in the car. I'll get the bus. 6 police officers must يجب عليهم أن واجبهم أن يمنعوا الجريمة. إذا must تقدر تستخدم أيضا have to صحيحة و need to ولكن الأفضل هي أن تستخدم كلمة must. 7 I must be back later than 8 o'clock tonight or my parents will be angry. يجب أن لا أعود متأخرا بعد الساعة الثامنة يعني لازم تكون موجود قبل الساعة الثامنة وإلا والدي سوف يكون يغضبان. إذا وصلت I must be back later. تحفظ لك كلمة وهي كلمة وصلت هنا. نأتي إلى استخدامات الاقتراح suggestion و request. والأوفر الاقتراح والطلب والعرض. راح نستخدم هنا هذه العبارات would you و could you و can you. هذه من request. هذه العبارات would you, could you, can you تستخدم في الريكوست في الطلب المهذب. في الطلب المهذب عندنا عبارات shall we و let's. هذه تستخدم بالسجستشن اقتراح shall we and let's. العبارة راح تستخدمها هي اقتراح وهي عرض. مثال I'll يعني هي اختصار I will أو I shall اختصار الاثياتي I'll وتعطي المقترح ثم في آخر الجملة تستخدم if you want. هذه
هذه العبارة ممكن استخدامها في الاقتراح suggestion، وممكن تستخدم كعرض تقديم مساعدة. مثال، ناخذ تمارين الكتاب. ناخذ أمثلة. مثال، Would you put your bags on the conveyor belt؟ هنا request. Would you put your bags on the conveyor belt please؟ هلا وضعت حقائبك على الحزام الناقل رجاء. Could you empty your pockets please؟ وياها كلمة please. هلا أفرغت جيوبك رجاء. Could you get me an orange soda؟ لاحظ هنا request، طلب من صديق. هذه كلمة would you و could you تستخدم بالطريقة الرسمية، الرسمية formal، الطريقة الرسمية نقول عليها formal. هذه بين الأصدقاء، could you can you get me an orange soda informal بين الأصدقاء. Can you get me an orange soda؟ هلا أحضرت لي عصير برتقال أو عصير برتقال بالصودا. Can you get me an orange soda؟ إذا قلنا Can I help you؟ إذا عرض المساعدة offer، Can I help you؟ تختلف. فبنشوف Can you طلب هنا request. الاقتراح قلنا عندنا عبارتين، let's و shall we get some magazines؟ أنا أشتري بعض المجلات before boarding، قبل صعود الطائرة. Let's get some drinks too، دعونا أنا أشتري بعض المشاريب أيضا. هذه قلنا تستخدم بالأوفر والسجستشنز. I'll stay here with the baggage if you want، سأبقى هنا مع الحقائب إذا أردت ذلك if you want. بالادفايس، بالنصيحة نستخدم كلمة should، بالنصيحة نستخدم شنو؟ كلمة should. You should always have your baggage with you. You should always have your baggage with you. الدرس القادم إن شاء الله ناخذ تطبيقات على هذه عفوا would و could و can و shall و let's و I'll و should والأدفايس. أعزائي الطلبة، شكرا لمتابعتكم. نرجو الاشتراك بالقناة ومشاركة هذه الفيديوهات. تحياتي لكم.